يا ماما ما يسوينا فيكي، ده احنا ملناش غير وملناش غيرك يا ماما. وحياة حبيبك النبي تقف جنبنا المرة دي يا رب، والنبي النبي يا رب. طمنونا يا جماعة، ماما عاملة ايه؟ ماما تعبانة جدا يا حنان، خلاص جابت اخرها معاكم. هو انت بتبص لي كده ليه؟ هو ايه اللي حصل بالظبط يا جماعة؟ حصل اللي انا قلته لك في التليفون يا عمر. مراتك دخلت زي التور الهايج، قعدت تلطش يمين وشمال وفي الاخر رمت لنا العيال وسابتنا ومشيت. ماما جالها ذبحة صدرية يا عمر ودخلناها الرعاية دلوقتي. يا نهار اسود نهار اسود. وتوقع كمان توقع ما ظهرتش وما بتردش على الموبايل، كل ده بسبب الفلوس الزفت اللي اتسعرتوا عليها. بس يا يوسف اهدى، امشي انت يا عمر، روح دور على توقع وشوف عيالك. كده كده ماما في الرعاية المركزة ممنوع عنها الزيارة وكلنا هنمشي ومحدش هيدخل لها. لا بقولك ايه، اسمعوا كلكم، عايزين تمشوا امشوا، لكن انا لا مش هتحرك من هنا غير لما اطمن على امي، يكش حتى تكسروا لي رجلي. منيره، هم العيال فين بالظبط؟ عيالك في البيت عندنا قاعدين مع وفاء. روح انت، روح دور على مراتك واحنا هنطمنك. روح روح يا حبيبي. خايفة على ماما قوي يا حنان. ربنا يقومها بالسلامة يا رب يا رب. ممكن اعرف ايه اللي جابك دلوقتي؟ ايه المقابله الخشابي دي؟ يا برضه لا مؤاخذه الست اللي راقده جوه دي مش تبقى حماتي؟ ولا انا هبطت لا مؤاخذه على عيله غلط؟ بقول لك ايه بقى؟ بطل تعيشنا في الدور ده يا عم الحاج، بطل تعيشنا فيه. احنا كل اللي جرالنا ده، كل اللي احنا فيه ده من تحت راسك على فكره، بسبب موضوع بيع الزفت الارض، الزفت اللي انت جبته لنا ده. على كل حال انا مش هرد عليك عشان الحاله النفسيه اللي انت فيها. ماشي وفسح بقى كده عشان لما اخذ عايز اطمن على حماتي. الله ايه 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 فسح دي؟ لا انا مش هفسح، لا انا مش هفسح. هي ممنوع عنها الزياره، حماتك ممنوع عنها الزياره. وحتى ان شاء الله لما تخف وتفوق كده وتبقى كويسه، لو شافت خلقتك دي هترجع يغمى عليها تاني بسبب خلقتك دي. انا مش فاهم، احنا كنا بنشوفك في العيد مره، ايه اللي حصل فجاه جد كل يوم بتودنا وبتزورنا؟ موضوع الفلوس صح؟ اهي راحت الفلوس، راحت خلاص، رايح قلبك بقى. ويلا بقى يلا لو سمحت، يلا لو سمحت بقى، العيد الجاي بقى زورنا. يلا اتفضل اتفضل بقى. حاجة خالد، شفت اللي حصل لأمي؟ شفت اللي حصل لأمي يا حاج خالد؟ ما تسيبناش يا اخويا. ألف سلامة على الحاجة يا منيرة. شايفة الكلاحة اللي أخوكي فيها؟ شايفة بتكلمني إزاي؟ إيه يا جمال؟ إيه يا جمال في إيه؟ هو إحنا 100 واحد؟ ده إحنا حبة صغيرين قوي يا ناس. ماشي يا حاجه منيره، وانا كمان همشي، ولو احتجت اي حاجه انت ولا الحاجه صفيه كلموني على طول. صدق ان انا فعلا غلطان اني جيت لحد عندكم وقلت لكم ان انتوا ليكوا ارض وتسوى كتير. كان لازم اخلص المصلحه دي لسكه تانيه خالص. بس انقولي بقى، انا اللي طلعت حمار. هو بيقول على نفسه ان هو حمار بنفسه اهو. يعني انت عايز اختك تبقى متجوزه حمار؟ يا سيدي يا عم انا حمار ماشي، مالكش بقى فيه. واحد وحمار. الو ايه ساره، ازيك عامله ايه ساره؟ ما شفتيش تقى ولا اتصلت بيكي ساره؟ انا مش لاقيها خالص، انا بدور عليها في كل حته.
طب لو سمحت يا سارة، لو كلمتك أو عرفتي عنها أي حاجة كلميني، أوكي؟ يلا باي باي. ألو؟ مساء الخير كابتن مؤمن حجازي؟ مساء الخير يا كابتن، أنا عمر المندوه جوز تقى. أهلا بحضرتك. حضرتك هي تقى جت الجيم النهارده أو شفتوها أو اتصلت أو أي حاجة؟ تمام. طيب من فضلك يا فندم لو جت أو اتصلت أو أي حاجة يا ريت حضرتك تطلبني. متشكر جدا لحضرتك، شكرا. شكرا، مع السلامة. مش يمكن يا طنط عند حد من قرايبكم وقايله له ما يقولكيش؟ او يا في يا بنتي حد يشوفني في حالتي دي ما هيخبي عليا، ما راح يكشف لحد. لا بنتي حصل لها حاجه، ده عمرها ما باتت بره البيت لوحدها يا بنتي، اكيد حصل لها حاجه. بعد الشر يا طنط، بعد الشر والله هنلاقيها. انت عارفه انا بفكر في ايه؟ ممكن يكونوا عمر لقاها وسارحين مع بعض طول الليل ونسيونا، ما انت عارفه هم مجانين الاثنين. ماتي ازيك يا عمتك؟ يا قلب عمتك. رحت خدتهم من عند ماما، مش عاوزه اتقل عليهم اكتر من كده، بعدين كفايه ان ماما في المستشفى اصلا. طب هي هترجع امتى؟ حبايبي يلا خشوا اوضتكم عشان تلعبوا وانا هاجي لكم ناخد شاور وناكل. يلا يا حبايبي. بنتي فين؟ ما لقيتهاش صح؟ وديتها فين؟ وديتها فين بس يا طنط؟ وديتها فين؟ ما انا بدور عليها في كل حته اهو، ما سبتش حد من اصحابها ولا حد من قرايبها غير لما كلمته او رحت له وبلغت في الاسم، وطول ما انا ماشي في الشارع عمال ابص عليها يمين وشمال يمكن اعطر فيها، ما لقيتهاش، اعمل ايه؟ يعني راحت؟ تبقى كده راحت؟ بنتي راحت؟ يا طنط ما تعمليش في نفسك كده. قولي لها والنبي يا حنان، قولي لها لحسن ما حسساني ان في حاجه في ايدي ممكن اعملها وما عملتهاش. الو. ايوه يا فندم، انا عمر المندوب. ايوه صح، ايوه دي نفس الارقام فعلا. ايه حادثه؟ حادثه ايه؟ طب ازاي؟ ايوه. طب وتقى هما راحت فين؟ طيب يا فندم، اوكي، متشكر قوي، مع السلامة. في ايه يا عمر؟ تقى عملت حادثة؟ حصل لها حاجة؟ اهدي شوية يا طنط، اهدي أرجوكي. بيقولوا إنهم لقوا العربية عاملة حادثة على الصحراوي وفيها اتنين رجالة، وتقى ما كانتش موجودة أصلا. مش موجودة؟ إزاي يعني؟ يعني إيه يا ابني؟ يعني إيه؟ يعني هي ما حصلهاش حاجة وكويسة، مش كده؟ طب هم سرقوا العربية ولا خطفوها وقتلوها ولا عملوا فيها إيه؟ ما طنطة! ما أنا زيك! أنا متنيل زيك! هعرف من إيه؟ أنت واقف كده يعني؟ ما تروح تشوف الاتنين اللي كانوا في العربية، يمكن ماتوا! الاتنين ماتوا يا طنط! ما ترحميني بقى! هنن خشي اغرفي الغداء ونقعد كده كلنا نتغدى وكأن شيء لم يكن، مفيش حاجة حصلت خالص، عشان نبقى تلات ولاية قاعدين يندموا المسكينة اللي اختفت. من أجل الله، من أجل الله، إنت اللي ضيعتها! رايح في 60 دقيقة.
بتعملي في نفسك كده؟ ان شاء الله هلاقيها. انا بقالي يومين ما نمتش، دورت عليها في كل حته، سألت كل اللي يعرفوها، محدش عارف مكانها خالص. صدقني يا باشمهندس انا اقدر حالتك جدا، بس دلوقتي حالا مفيش في ايدينا اي حاجه نقدر نعملها غير الانتظار. احنا خلاص بعتنا اشاره لكل الاقسام في جميع المحافظات، وهنتابع المستشفيات والفنادق، ولو مدام ظهرت اكيد هنبلغك. طب هما يا فندم الاثنين الحراميه دول اللي سرقوا العربيه وماتوا، ما نقدرش نعرف هما اخذوا العربيه من اي مكان بالظبط؟ بندور في ده طبعا. طب هما ممكن يكونوا يعني عملوا فيها حاجة قبل ما يسرقوا العربية؟ والله كل شيء وارد، بس أنا مش عايزك تفكر بالطريقة دي. إحنا عدت علينا حالات مفقودين كتير ولقيناهم، والمدام ست عاقلة، جايز بس تكون غضبانة في أي حتة. غضبانة في أي حتة؟ غضبانة في أي حتة وعربيتها مسروقة وما بلغتش وعادي كده؟ ما انت كده مش هتوصل لحاجة، وهتتعب نفسك على الفاضي. انشر حاجة على الفيسبوك بتجيب نتيجة الفكرة دي دلوقتي، واحنا لو وصلت لنا أي معلومات هنبلغ حضرتك. يعني أنا يا فندم بقالي 8 ساعات متمرمط ما بين المديرية للاسم بتاعكم ومن الضابط ده للضابط ده، وأسئلة واستجوابات، عشان في الآخر تقول لي انزل حاجه على الفيسبوك؟